نتجه الآن مباشرة إلى اليمن لنستمع إلى تلاوة المتسابقة زينب عمر الشرقي، نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب عمر الشرقي من دولة اليمن الفديدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن المتسابقة زينب عمر الشرقي من اليمن، تعليقكم شيخنا الكريم. بارك الله فيك يا ابنتي زينب، وما شاء الله تلاوتك متقنة وأنت دارسة للأحكام ومتدربة عليها، هذا أكيد. بس أنيعمل العين عليها شوي، أنيع يعني عمقيها إلى وسط الحلق، أليست العين من وسط الحلق؟ أنيعمل سابغات، أنيعمل، تبهتي العين اللي نطقتيها كانت غامضة. غدوها شهر ورواحها شهر، شهر بس الهاء رخوة والراء، أما شهر ليش التكلفات؟ هذا بنقبله نحن من المبتدئين إلى أن يتدربوا على الجمع بين الساكنين، الهاء الشين، الهاء ساكنة والراء ساكنة. لكن أنت متقنة، ما بيصح تقولي شهر، هالمط هذا ما بيصح، ورواحها شهر وبس. بارك الله فيك وفيك، بارك شيخنا الكريم.